أعزائي مشاهدي قناة مصر الزراعية وبرنامج حلم الأضواء أهلا بكم في محافظة دمياط كما تعودنا معكم في برنامج حلم الأضواء والكابتن خيلة أبو العلا أن نجوب بكم جميع محافظات الجمهورية ويسعدنا أن نكون اليوم في محافظة دمياط ونتكلم عن التحكيم في محافظة دمياط القرى في محافظة دمياط وأندية محافظة دمياط يسعدنا أن نبدأ معكم مع الدكتور هاني مطر الحكم الدرجة الأولى بمحافظة... بمنطقة دمياط أهلا بك فندم أهلا بك تشرفنا بكم ومنورين دمياط فندم الله يخليك الاستاذ اتكلمنا عن التحكيم في محافظه دمياط والله الحمد لله التحكيم عندنا في دمياط بيعيش ازهى عصر ليه احنا من حوالي اربع سنين منذ قدوم الكابتن عصام عبد الفتاح وفي طفره كبيره عندنا في دمياط عندنا حوالي 10 مساعدين بيلعبوا في الدوري الممتاز وعندنا اتنين حكام صفاره بيلعبوا في الدوري الممتاز ودي ما كانتش موجوده قبل كده في دمياط وعندنا مساعد دولي هو رقم واحد في افريقيا الكابتن تحسين ابو سداد من محافظه من عندنا وزميلنا اخونا الصغير وكان في كان في الامم الافريقيه الدوره اللي فاتت والدوره دي فاحنا الحمد لله كويسين ماشيين كويس الحمد لله كلمنا عن التحكيم خلي بالك محافظه صغيره في 10 مساعدين واثنين صفاره ده حاجه كويسه لينا يعني اهلا فن. طيب كلمنا عن التحكيم بعد تولي الكابتن عصام عبد الفتاح هل حصل جديد في محافظه دمياط او هل بص للتحقيق الحكام بالنسبة لمحافظة دمياط هل خدعهم اكتر احنا ما انا بقول احنا في اسرع عهد في, في ازهى عصرنا احنا شخصيا بمعنى ايه إن التغيرات اللي بتحصل إحنا ملمين بيها على طول. إيه بقى في شغل جديد ما كناش نعرفه قبل كده. أنا حكم من درجة أولى من سنة 2001. من سنة 2000 2001. يعني بقى لي 16 سنة حكم درجة أولى. فعاصرت أكتر من من 10 لجان حكام. التغيير اللي بيحصل عندنا دلوقتي والتدريبات الجديدة والشغل التقني الجديد اللي موجود ده ملموس عندنا. لو لو سيادتك عارف ان رئيس رئيس لجنه الحكام الدولي موجود في القاهره الايام واحنا في محاضرات يعني انا معتذر عن على الحضور عشان احضر الدوره الجايه ان بتكلفات من من عندنا من المحافظه فمضطر اقعد لاستقبال الضيوف يعني فان شاء الله يوم السبت اكون في المعسكر باذن الله الحاجه الثانيه ان في شباب جديد طالع كويس في اكاديميات بتتعمل عندنا عشان انتقاء الحكام اللي يبقوا ان شاء الله حكام باذن الله ان شاء الله ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي كلنا بنساعد الحكام الكبار والصغيرين بنساعد اللي نطلع جيل كويس ان شاء الله باذن الله طيب ايه هي اهم الحاجات اللي, اللي تطلبها من كابتن عصام عبد الفتاح او اللي في بالكم عموما بالنسبه كحكام منطقه دمياط انها تطور من الحكام وتلعب بالمنظومه في دمياط هي بالنسبه للكابتن عصام مش مطلوب انما من اتحاد الكرة مطلوب ايه هي الحاجات دي؟ مطلوب منطقه منطقه دمياط منطقه خاصه بينا ما نتسولش الاماكن اللي نقعد فيها ونتمرن فيها لو في مكان في منطقه وليها استاد او لها نادي فبالتالي تبقى حاجه تشرفنا كلنا نبقى يعني قاعدين في بيتنا احنا ملناش بيت دمياط ملهاش بيت ملناش استاد وده اللي قايم بيه الاستاذ محمد الديري والقاضي السياسين في دمياط مع سياده الوزير ان لازم الاستاد يتعمل تاني لو الاستاد يتعمل تاني استاد دمياط هيبقى لنا منطقه خاصه بينا لنا استاد بنتمرن عليه هتفرق معانا كتير طيب معلش عموما في مصر عموما المنظومه الناس تعرف الكابتن جهاد جريشه، الكابتن جمال غندور، الكابتن فلان، الكابتن فلان، بس ما يعرفوش ده في منين وده منين. استاذك لو تكلمنا كده او تعرف الناس باهم حكام منطقه دمياط. عندنا المساعدين اهم حاجه عشان انا مساعد فطبعا في انتماء لهم قلبا وقلبا. عندنا تحسين ابو السادات ربنا يكرمه هو يعتبر من رقم واحد في مصر بعد ايمن دجيش عشان ايمن زميلي طبعا. وعندنا كابتن محمد السيد عادل ابو الفتوح وده من اميز الحكام الموجودين. ابراهيم السوداني كابتن حسن عبد الله كابتن عبد اللطيف دول المساعدين العراقي وده حكم دولي شاطئي كابتن يوسف البساطي وده من المساعدين الصغيرين ومحطوط في النخبه فدول ابرز المساعدين ورب ما يكونش ناسي حد بس اهم حاجه بالتوفيق دايما لحضرتك والمنطقه دمياط والحكام جميعا دكتور هاني في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك فندم وسعدنا بحضرتك فرصه سعيده فندم وتشرفنا بيكم فندم